حظ المؤمن أيها الأحبة، قلنا توحيد التوكل على العزيز سبحانه وتعالى وكمال تنزيهه عن كل عيب وتصريف القلوب إليه سبحانه وتعالى. الأمر الرابع وهو عزة المؤمن، عزة المؤمن. مهما ابتغى العبد العزة عند غير العزيز تعالى وبغير دينه فلن يجد إلا الذل والهوان. قال الله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وذكرنا قصة سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي واعتزازه بدينه واعتزازه بإسلامه وثباته على الحق وثباته على عقيدته رغم كل المغريات، إلا أنه كان عزيزا بدينه فأجبر غيره من أعداء الدين وأعداء الإسلام إلى أن يحترمه. فهذه العزة التي يفتقدها كثير من المسلمين، وهذه النعمة الكبيرة التي لا يعرف مقدارها كثير من المسلمين، وهي الإسلام. الإسلام هذا الدين العظيم، لابد أن تعتز بدينك. فاعتزازك بدينك في أي مكان في الدنيا أنت فيه يجبر أي إنسان على أن يحترمك لاعتزازك بدينك. كذلك أيضا أيها الأحبة، ظل هذا النفس وهو العزة بالدين والعزة بالطاعة، أن يكون العبد عزيزا عرف ربه العزيز لأنه رأى قدرة العزيز سبحانه وتعالى فاعتز به ولجأ إليه وسكن إليه وتمسك به. في التابعين أيضا، ومن التابعين يعني سيد الأئمة أو سيد التابعين الحسن البصري رضي الله عنه. الحجاج بن يوسف الثقفي كان يسأل خالد بن صفوان فيقول له: يا خالد، من أعز الناس في البصرة؟ فقال له: الحسن البصري. فقال له: كيف ذلك وهو مولى من الموالي؟ طبعا الحسن مولى. قال له: لأنه احتاج الناس إلى علمه، احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، فالكل يشرئب إلى أن يجلس مع الحسن ويجلس ويتعلم من الحسن. فقال له الحجاج: هذا هو السؤدد الحقيقي. أبو حازم دخل عليه سلمان بن عبد الملك، هذا التابعي المعروف المشهور، هذا الواعظ الذي كان يدخل على الحكام ويعظهم ويذكرهم بالله. دخل عليه سلمان بن عبد الملك بن مروان، سليمان بن عبد الملك بن مروان، فقال له: يا أبا حازم، هل لا تصاحبنا؟ خليك معنا يعني اتصاحبنا. فقال له: إني أخشى أن أركن إليكم، إني أخشى أن أركن إليكم، خليني يعني إيه، أنا مش عايز إن أنا. فقال له: يا أبا حازم، سلني حاجتك. قال له: أن تدخلني الجنة وأن تقيني من النار. فقال: هذه ليست لي، أنا ما مملكش هذا الأمر. قال: وأما أنا فلست لي حاجة سواها، أما أنا فلست لي حاجة سواها، أنا مش عايز غير ديك، أن يدخلني ربي الجنة وأن يبعدني عن النار وأن يسلمني منها. أيها الأحبة، هذه العزة التي صارت في العلماء، والعز بن عبد السلام وغيره 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 كثير جدا جدا من العلماء الذين اعتزوا، وغيرهم من العباد والزهاد الذين تمسكوا وتركوا الدنيا وضعوها تحت أيديهم وعلقوا قلوبهم بالملك سبحانه وتعالى، فصاروا أعزة بدينهم وصاروا أعزة بدينهم بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، وصاروا أعزة بالعزيز. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال إبراهيم الخواص: على قدر إعزاز المرء لأمر الله يلبسه الله من عزه ويقيم له العزة في قلوب المؤمنين. على قدر إعزاز المرء لأمر الله يلبسه الله من عزه ويقيم له العزة في قلوب المؤمنين. فإن كان الأمر كذلك، هناك أيضا يعني العزة على غير على أهل الدنيا، والعزة على غير المسلمين.
أما مع المؤمنين وهو المرحلة اللي جاية، يعني الخطوة الأخيرة، وهو التواضع للمؤمنين. التواضع للمؤمنين عزة على الكافرين، أذلة للمؤمنين. التواضع للمؤمنين، فمن عرف أن العزة لله وحده ذل لعباده المؤمنين. وقد وصف الله تعالى عباده الذين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. فمن أسباب العزة العفو والتواضع، فمن عفا مع قدرته عظمت مكانته في القلوب في الدنيا، وعظم ثوابه في الآخرة. أيها الأحبة، والنماذج في هذا الأمر كثيرة، ومنها سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، لما كانت تأتيه الجارية فتأخذ بطرف كمه فتذهب به في أي مكان شاءت في المدينة، وهو سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق كان يحلب لشياء يأتونه الجواري، كانت تأتيه الجواري ليحلب لهم، يحلب لهم الغنم ويحلب لهم الأشياء إلى غير ذلك. فلما صار أمير المؤمنين رضي الله عنه وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انشغل أبو بكر. فمن شغل هو الذي ذهب إليهم في أول يوم خلافة حتى يأتونه لكي يحلب لهم الشياه، لكي يحلب لهم الشياه. هذا هو التواضع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما يروي لنا سيدنا أنس يقول: كان الخدم، خدم المدينة، يأتونه بالماء في اليوم في الصباح بعد الغداء، الغداء اللي هو صلاة الفجر. فلما كان يصلي الفجر يأتونه بالغداء، لكي يضع يده في هذا الماء، يلتمسون بركة ما مست يداه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيضع النبي يده، تخيل بقى ان هم كلهم كده خدم المدينه ياتونه كل يوم بعد صلاه الصبح وبعد صلاه الفجر، ويضع يده صلى الله عليه وسلم، فيقول سيدنا انس: فربما ياتونه في الغداه البارده فلا يرد احدا. فما كان يرد احدا صلى الله عليه وسلم، بل كان يضع يده في هذا الاناء، وهو سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما قالش لحد مثلا: ارجع انت جيت امبارح، ولا الكلام ده ابدا، وإنما كان يضع يده. بل انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس أيضا: جاءه رجل يناديه، بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الصلاة، وحتى نام أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف عن هذا الرجل، والرجل ما زال يناديه، ما زال ينادي. انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، ما تعجله، ما قالوش خلص الصلاة أقيمت، ولكن أبدا، وهو صابر متواضع صلى الله عليه وسلم، وهو مقبل على الرجل بوجهه وابتسامته صلى الله عليه وسلم، ومنصت إليه، ما قالوش أبدا. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه سيدنا أنس أيضا يقول كما عند ابن ماجه وأحمد وغيرهم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد من الناس ما كان يسحب يده من هذا من الذي يسلم عليه إلى الطرف الآخر، هو الذي يترك يد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا التواضع النبوي، وكذلك سيدنا عمر، وكذلك كثير من الأمة، ولكن سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، سيد البشر، متواضع لمن؟ للمؤمنين، متواضع الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلذلك الذي عرف ربه العزيز يتواضع، عزيز على الكافرين، ذليل، ذليل بمعنى التواضع، مش الذلة اللي هي المقصود، لا، ذليل معنى أنه يتواضع لإخوانه من المسلمين.
لإخوانه من المسلمين. فنختم ونقول: عرف ربه العزيز من استعاذ بعزته من أن يضل أو أن يغوى، وما عرف ربه العزيز من لم يستعيذ بربه من الضلالة والغواية وركن إلى نفسه فوكله الله إلى نفسه. عرف ربه العزيز من رأى قدرة ربه على تقليب العباد فدعاه بالثبات. سيد البشر صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. ما عرف ربه العزيز من لم يتذلل لمولاه ولم يعتذر له مما جناه فما قربه ولا أدناه. عرف ربه العزيز من لم يتذلل لأحد مهما كانت قوته وسطوته. وما عرف ربه العزيز من تذلل للبشر، من تذلل في مجالس الأغنياء إلى غير ذلك، ومن اعتز بإنسان ومن اعتز بقوي من البشر. ما عرف ربه العزيز، لأن العزة لله وحده سبحانه وتعالى. ومن ابتغى غير العزة، ومن ابتغى العزة عند غير الله فلن يجد. أخيرا، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقد انتهينا من اسم الله العزيز، وكيف لا نقولها وقد قالها أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أسأل الله أن يعزنا وإياكم بطاعته، وأن يعزنا وإياكم بالإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان.